رقادة. رقادة اللي هي معناها مدينة أميرية أغلبية، وسكنها بعد حتى الخليفة الفاطمي أو الخليفة فاطمي المهدي على حسب المصادر. المصادر تنسب، وهذا مؤكد معناها مدام كل المصادر تجمع على هذا، وحتى البدايات الحفريات القليلة التي نشرت تؤكد هذا. يعني احنا في مدينة أميرية بناها إبراهيم الثاني الأمير الأغلبي بين سنوات 263 و264 هجري. بالنسبة لقصر البحر، على حسب المصادر التاريخية، المصادر التاريخية تنسب بناء قصر البحر تنسبها إلى آخر أمير أغلبي، هو زياد الله الثالث. وإلى حد الآن ما وقعتش أبحاث تهتم في البحث على موارد ومصادر المياه اللي تجيب الماء للفسقيات هذوما. وموقع رقادة راه فيه على الأقل 7 فسقيات مختلفة الأحجام مختلفة الأشكال. دونك ما وقعتش بحوث حول الموارد المائية منين تجيها هذوما المصادر. الاكتشاف هو فما معناه مقاول يخدم مع لوناس، دونك عنده باش يعمل ربط شبكة المياه بتاع رقادة الموقع والمتحف، وتعرف ما سكن الوالي ذاها مقاول. دونك احنا والكاناليزاسيون الكل بتاع المقاول تمر محاذية للطريق اللي موجودة هذيك. دونك احنا تحسبا لما يمكن ان يقع، دونك حطينا الحارس متاعنا مع المقاول في حالة اكتشاف اشياء. دونك يوم الاربعاء الفارط دونك لونجان تاع الحفر تاع المقاول دونك اعترضها اشياء جدار. دونك ولينا طالبناه باش يوقف العمل في الجهه هذيك ينتقل الى مكان اخر حتى لين احنا نجيو نعملوا الحفريه. دونك وقت المعاينه هذيا نهار الخميس الصباح عينها، اكتشفنا اللي فما حاجه اثريه. دونك في وقتها وقع اعلام اداره المعهد ووزاره الاشراف بوجود اكتشاف. شنو هو بعد تعرفنا عليه. انطلقت الحفريه دونك يوم الجمعه في الصباح. فريق من المعهد الوطني للتراث يتكون من 9 اشخاص. دونك بدات الحفريات واكتشفنا اللي هو وقتها اللي هو كانت معناها قناة اللي تجيب المياه لموقع رقادة. بعلور منش يتكون القناة هذايا، القناة هذايا عرضه متر وثمانية وخمسين، يتكون من زوز جدران، وفي الناحية الوسطية هو مسلك المياه. يعني تويك المعطيات الأولية مش النهائية. توجهنا نحو أنه أحداث يعود إلى الفترة الإسلامية، وهذا هام جدا، وهام جدا كذلك أنه يؤكد ما تقول النصوص على، وهذه معناها نتائج أولية ماهيش نتائج نهائية. في الفريق تيار معناها فما باحثة شابة هي مختصة في الفخار الروماني، هي موجودة على عين المكان، لأنه يجب التعرف على الحقبات التاريخية الفخار على عين المكان، مش بعد ناخذ الوقت سير بلاس. هي موجودة هنا وهتقوم بتصويرها تويكا ودراسة الفخار هذه لأنها أساسية. الحاجة الثانية هو أنه القناة هذه وقع طميها بالطين الأرجيل هذايا اللي هو لا يمكن إلا متأدي من فيضانات. وتعرف أنا احنا اليوم موجودين في المنطقة هذية، المنطقة هذية فيها فيها أشجار. لازم نعرفوا الأشجار هذية وقتاش تغرست. الأشجار هذية تغرست سنة 61-62. بالنسبة للقصر الماء وقع اكتشافه في نفس الفترة، راهو ما كانش معروف. يعني تعرف اللي فيضانات 69 كانت اثارها لعل اثارها في بعض الاحيان مازالت موجوده الى الان. دونك الطمي اللي وقع للكنال هو مش في فيضانات 69، لانه هذا المشهد موجود من قبل 69. بالنسبه للطمي هذايا هو دراسته والحفريه فيه هي تكون معناها دقيقه. علاش؟ خاطر باش نتعرفوا على الفتره اللي وقع فيها الطمي نتاع القناه هذيا واللي اصبحت غير مستعمله. الى حد الان في نتائج اوليه
دونك الفخار اللي لقيناه في وسط الأرجيل هو فخار يعود إلى الفترة الإسلامية كذلك، وهذا ما يؤكد أنه الاستعمال هذا وكل وقع في الفترة الإسلامية مش في الفترة القديمة. دونك هذه إلى حد الآن بعض الملاحظات اللي عنا. تو احنا شنو البرنامج العمل في المدة القادمة؟ احنا اخذينا مسح توبوغرافي وحددنا فيه الاكتشاف وين موجود، وعملنا بالرفوعات الهندسية مع المعلم هذا ومع البناية هذي. مش نشوفوا البروجيكسيون الورينتاسيون وين. دونك ما ننساوش ان قصر البحر عندنا فيه لهنا مدخل نتاع مياه، ولكن المدخل نتاع المياه هذايا ماهوش ما يجيش في اتجاه القناة، وهو عادي عادي. علاش؟ لانه نورمالمون ماهوش القناة لا تدخل مباشرة في الواحد. علاش؟ خاطر القناة متواصل المياه نتاعها ويجي، معناه القصر هذا يتعبى بالماء، يلزم مكان، يلزم تقع ديريفاسيون. دونك نورمالمون باش نلقاو الخارج المنشأة المائية هذه منشآت أخرى هي لتوجيه المياه، باش كي يتعبى هذا يقع الغلق، لا يمكن أن يكون لاكديكم بصفة متواصلة يصب في هذه. دونك على هذاك احنا تويكا عملنا حددنا زوز أماكن للحفريات باش نتبعوا توجه لاكديك. عندنا زوز أماكن حددناهم بيانسور، حددناهم حتى توبوغرافيا، وجينا لهنا خارج القصر وباش نعملوا كذلك صبر اثري اخر باش نعرفوا كيفاش الماء يدخل في القصر. هذايا اشغال هامه وهامه جدا، وحنا عندنا كل الوقت باش نخدموهم، وان شاء الله تكون نتائج هامه، وهي هي ديجا الاكتشاف في حد ذاته هو معطيات هامه بالنسبه لتاريخ رقادة، للمياه، لأن مشكل المياه كان موجود مطروح وحتى اليوم مطروح في البلاد التونسية. دونك يسمح لنا هذايا بالتعرف على السياسة المائية اللي كانت موجودة في مختلف الفترات، وهي تكون عبرة لأنه اليوم مشكل المياه موجود. دونك هذايا معطيات هامة تم رقادة، تم المياه في رقادة، تم تاريخ القيروان، وتم كذلك الفترة الإسلامية. شكرا. احنا نحبوا نشكروا معناها المقاول اللي عنده لي ترافو نتاع القناه، لانه لهنا عندنا باش نخلطوا للمستوى الاثري عندنا حوالي متر وخمسين نتاع معناها تراب صلب. نشكروه على خاطر هو عطانا لونجان نتاعو، هاكم تشوفوا في التصاور، دونك اللي قاعد يعاوننا نربحوا وقت كبير، لانه هذايا طبقه صلبه من الارجيل. دونك الخدمة هذه ربحنا فيها برشا وقت، لأنه يلزم التعاون، الناس يلزم تفهم اللي فماش مشروع واحد يعمل وحده، في تعاون مع إدارة أخرى، مع مؤسسات أخرى. دونك أنا نجدد شكري لهذا. كذلك نأكد على حاجة أخرى، هو أنه وجود الطلبة، معناها السيد نشكر السيد العميد ونشكر السيد كهيت العميد دونك اللي واساتذة كذلك قسم الاثار، لانهم بعثوا لنا الطلبه نتاعهم هذوما، منهم هو تجربه عليهم هما في التكوين، ومنه كذلك لا يمكن قبول انه فما معناها قسم اثار في كليه رقاده، وقسم الاثار هذايا لا يقع تشريكه في حفريات اللي يقوم بها المعهد الوطني للتراث في موقع رقاده. هذايا الفخار اللي قلت لك نلقاوه هاكا الكل فيه اثار الجير، هذا الشظايا متاع الفخار متاع العهد الروماني اللي وقع استعمالها في تقوية الجدران، ونظفوها ونغسلوها. وعنا معناه باحثة مختصة في الفخار، السجل الفخار القديم العهد الروماني، هي اللي ما تعرف عليها على عين المكان. والفخار هذايا يغطي الفترة بين القرن الثالث بعد الميلاد إلى القرن السادس في العهد البيزنطي. يعني يجب يكون في العهد الإسلامي يجب يكون لا، هو هذايا الفخار اللي استعملوه في البناء. دونك البناء وقتها مازالوا المسلمين ما سكنوش فيها، دونك على ذاك نلقاو الفخار الروماني. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.